السلام عليكم اعزائي مشاهدين قناه نبض المعلومات من كل مكان، اهلا بكم من جديد على قناتكم قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. لاول مره في الوطن العربي نوف بعدنا ونقدم لحضراتكم حلقه كامله متكامله ازاي تقدر تحذف اصدقائك على الفيسبوك بطريقه فعليه ومضمونه 100%. في تنويه بسيط حابب اقدمه لحضراتكم وحابب اقول عليه قبل ما نخش في موضوع النهارده يا شباب. انا كنت نزلت موضوعين عن نفس الموضوع، اول حاجه عن تطبيق وكان في مشكله، وتاني حاجه عن طريقه سهله ازاي تقدر تحذف اصدقائك بطريقه سريعه جدا على الفيسبوك وبدفعه واحده او زي ما انا كاتب لحضراتكم كده. ولكن لقيت كميه عنصريه وكميه ردود من الناس غير طبيعيه. اول حاجه الفيديو اللي انا عملته ده يا شباب نزلت فيه تطبيق ازاي تقدر تحذف اصدقائك دفعه واحده عن الفيسبوك من الفيسبوك، وفعلا في ناس جربتها واشتغلت معاها وفي ناس جربتها والحسابات بتاعتها وقفت 24 ساعه ولكن رجعت تشتغل التاني. اللي عايز افهمه لحضرتك هنا ان اول تطبيق اللي عمل حظر على ان حذف اصدقائك على الفيسبوك، ولقيت ناس كتير جدا بتكلمني على انها الحسابات بتاعتها بتتقفل من الطريقه دي، وقفت الرابط بتاع التطبيق وبعد كده حطيت الرابط بتاع الطريقة دي، تمام؟ فدايرك لما انت بتدخل على التطبيق هنا على الشرح بيدخلك على تاني شرح اللي انا شرحته من 3 اسابيع. لو احنا جينا كده شباب هوريكم بس كمية العنصرية اللي الناس معلقالي عليها. انا صراحة انا زعلت جدا ياما انا لقيت كمية ناس بتعاملني بالطريقة دي، تمام؟ انا زي ما احنا شايفين كده يا شباب انا ذكرت في الفيديو ان انا بدل ما تقعد تلف لفة كبيرة عشان تحذف اصدقائك، ذكرت لك في الفيديو ازاي هتحذف اصدقائك بطريقة سهلة، يعني تضغط وتضغط على الغاء طلب الصداقة تلاقيه على طول بدون ما تروح تلف لفة انك انت لازم تدخلك على صفحتين وتنبثق ليه صفحتين عشان تحذف صديق واحد. انا من خلال الطريقة دي اللي انا حذفتها لك انك بتسهل عليك الموضوع ده كله، ومن صفحة واحدة بس انك بتضغط وتضغط على الغاء. طبعا لو انت عندك كمية كبيرة من الناس وما عندكش طول وتروح او معلش ما عندكش طولة بال انك انت تحذف اصدقائك بالطريقة دي، دي مش مشكلتي. انا بقدم لحضرتك حاجة انك تطبقها، حابب تطبقها وتنفذها على الحساب بتاعك عادي، مش عاجبك عادي جدا، في فيديوهات كتير على اليوتيوب. ولكن لاحظوا كده شباب لو نزلنا هنلاقي في ناس بتقول لي ما تقدمش محتوى، وفي ناس بتقول لي انت عملت شرح غير موفق، وعندك مثلا في واحد واثق من نفسك او عمال يضحك، وناس كتيره جدا. في ناس ما شاء الله يعني شجعتني، وفي ناس ديسلايك، وزي ما احنا شايفين استهزاء مفيش بعد كده تاني، وما تعملش فيديوهات تاني. في ناس كتيرة جدا عملت يعني كمية ردود غير طبيعية زي ما احنا شايفين كده، طريقة فاشلة. يعني بصوا يعني الواحد مش عارف يقول ايه صراحة، ولكن انا عشان بس اوضح لحضراتكم الناس اللي هي العنصرية دي اللي دايما بتقف في طريق النجاح لأي حد، انا هقدم محتوى وانا واثق من معلوماتي، وانا القناة بتاعتي قناة صغيرة والناس اللي فيها ناس يعني محترمة جدا ومقدرة الكلام ده، بدليل ان انا وصلت ل 86 لايك، والناس اللي هي العنصرية معلش هم كتار موجودين حوالينا كتير جدا منهم زي ما احنا شايفين كده وصلوا ديسلايك للفيديو لداخل على 70 ديسلايك. طبعا انا مش هيهمني الموضوع ده طالما انا بقدم محتوى وانا ضامن ان انا بقدم محتوى كويس وانا عارف انا بعمل ايه، تمام كده يا شباب. طب يا شباب عشان بس موضوع الفيديو ما يطولش اكتر من كده، هنيجي بكل بساطه عشان نطبق موضوع النهارده وشرح النهارده ازاي تقدر تحذف اصدقائك على الفيسبوك دفعه واحده بدون ادنى مشكله. هتدخل على جوجل، طبعا شرح النهارده من على الكمبيوتر، ولكن ان شاء الله في الشرح اللي جاي هطبق لك الطريقه دي بنفس الطريقه على الموبايل، تمام كده يا شباب. زي ما احنا شايفين كده هندخل على من خلال الكمبيوتر على المتصفح جوجل، وهنيجي عند الثلاث نقاط اللي موجودين عندنا فوق هنا، ونيجي ننزل على حاجه اسمها الاعدادات.
بعد كده بعد ما ننزل على الاعدادات من القائمة الجانبية هنيجي على حاجة اسمها الاضافات، هنضغط عليها. وبعد كده عند ثلاث شرط اللي موجودين عند كلمة الاضافات فوق هنا هتضغط عليها، وبعد كده هتضغط على كلمة فتح استوديو فتح سوق الكترونيات زي ما احنا شايفين كده. وهنيجي في قائمة البحث هنا هنبحث عن حاجة اسمها زي ما احنا شايفين كده بالانجليزي، هنضغط نكتب ال ونقطة او ونقطة وسي تمام كده، ال دوت او دوت سي زي ما هي مكتوبة كده بالظبط اكتبها يا شباب. هنضغط على انتر زي ما احنا شايفين كده اول اضافة ظهرت لنا هنضغط عليها اللي هي ال نقطة او نقطة سي تمام كده يا شباب، هنضغط عليها. بعد كده هنضغط على كلمة اضافة الى كروم ونثبت الاضافة عندنا على المتصفح. بمجرد ما تثبت هيفتح لينا الصفحة او الصفحة بتاعت الاضافة بتاعتنا تمام كده شباب. لاحظوا كده ان هي ظهرت. طب لو هي ما ظهرتش معاك او فتحت معاك مباشر هنقفل اهو يا شباب عشان تبقى كل حاجة واضحة ان انا قفلت كل حاجة اهو تمام. انا كده ثبت وضمنت ان انا ثبت الاضافة لكن مش ظاهرة معايا، نفتح كده اهو. بكل بساطة هنيجي عند المكعب الصغير ده هنضغط عليه الشكل ده، هنلاقي الاضافة مكتوبة اهي ال او سي تمام. هنيجي عند علامة الدبوس ده هنضغط عليها هتظهر معانا فوق هنا، هنضغط عليها بالشكل ده عشان تفتح لينا الموقع مرة تانية زي ما احنا شايفين كده. فتحت معانا الموقع بتاع الاضافة بالشكل ده. في حاجة مهمة جدا لازم تتأكد منها، تفتح صفحة كده وتيجي تفتح الفيسبوك ولازم تسجل دخول على الصفحة بتاعتك اللي انت عايز تحذف منها الاصدقاء بتوعك. يعني انت عايز تحذف اصدقائك على الفيسبوك تمام، بتيجي تفتح الاصدقاء بتاعتك هنا على الفيسبوك تمام وتسجل دخول، لازم تسجل دخول على صفحتك على الفيسبوك من خلال المتصفح وتبقى طبعا مسجل دخول وضامن ان انت مسجل دخول تمام كده. عشان كده زي ما احنا شايفين كده جايب لي تسجيل الدخول او الصوره الشخصيه بتاعتي اللي على الفيسبوك. لو احنا لاحظنا كده لو دخلت على الفيسبوك او الصفحه بتاعتي على الفيسبوك هنلاقي نفس الصوره تلقائي جات لي هنا على التطبيق او على الموقع او على الاضافه. اي صوره انت مثبتها على الفيسبوك الحساب اللي انت عايز تحذف منه اصدقائك بتلاقي الصوره بتاعتك على الفيسبوك هنا تمام كده يا شباب. وادي انا هوضح لحضراتكم عشان تبقى بس كل حاجه واضحه قدام حضراتكم. زي ما احنا شايفين كده دي الصوره الشخصيه بتاعتي، لو دخلنا هنا على الاضافه هنلاقيها موجوده هنا تمام كده. تمام هنيجي هنا على القائمه الجانبيه هنلاقي حاجه اسمها تي او ال اس، هنضغط عليها بالشكل ده وبعد كده هنيجي نختار الاختيار الثاني نضغط عليه وننتظر لحد ما تحمل معانا قائمة الأصدقاء أو الأصدقاء عندنا على الفيسبوك. زي ما احنا شايفين كده في شريط بيمتد زي ما احنا شايفين لحد الآخر، بمجرد ما هو بتكمل عندك أصدقاء الفيسبوك اللي هم بيحملوا بيحمل لك كل أصدقائك اللي موجودين على الصفحة. طبعا حسب الأصدقاء اللي عندك بيقعد يحمل كده، تنتظر انت بس كل ما عليك انك انت تنتظر بس المدة الزمنية اللي بيحمل فيها عشان يجيب لك كل أصدقائك الموجودين عندك على الصفحة. ننتظر لحد ما يحمل كل الأصدقاء زي ما احنا شايفين كده، هنضغط على أوكي. لاحظوا كده يا شباب دي أصدقائي تمام، ولكن هو لاحظوا كده إن هو ظاهر لي أدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تمام. لاحظوا كده إن هو ظاهر لي 10 بس، وحتى هنا كاتب لي 10 تمام. هنيجي نظهر 100 شخص في الصفحة الواحدة، بيقول لك هنا ممكن تظهر من 5 ل 100 شخص، أنا اخترت 100 شخص تمام. هتلاقي هنا ظهر 100 شخص عندي في الصفحة الواحدة كده، دول 100 شخص تمام كده تمام. طيب هضغط نيكست كمان هتلاقي هو دخلك على الصفحة التانية. طبعا كل صفحة فيها 100 شخص، لاحظوا كده يا شباب إن كل صفحة فيها 100 شخص تمام، أهو 100 شخص وهكذا لحد ما اصدقائك يخلصوا زي ما احنا شايفين كده. كده خلص، مش هقدر ادوس نكست تاني لان هو اخره هنا تمام. فانا هرجع كده هجيب اول صفحه زي ما احنا شايفين هنا بيعد الصفحات، تاني صفحه دي اول صفحه زي ما احنا شايفين ان عندي 6 صفحات، 6 صفحات صفحه فيها 100 معناها ان فيها بتاع 600 شخص تمام كده يا شباب. الصفحه فيها 100 في 6 صفحات ب 100
شخص ب 600 شخص، تمام كده؟ طيب انا عايز احذف كل اصدقائي، هعمل ايه؟ بمجرد ما انا بضغط هنا، باجي على اول صفحة زي ما احنا شايفين كده اهو، باجي على المربع اللي فوق بضغط عليه كده، كده حدد لي كل اللي موجودين في الصفحة دي، ال100 شخص اللي موجودين في اول صفحة، تمام؟ حددهم كلهم، تمام؟ اهو. طيب احدد التاني، طبعا لازم تحدد 100 100، تمام؟ انا حددت اول 100، وبعد كده هدخل على الصفحة التانية، بضغط على المربع ده، بيحدد لي ال100 التانية، نيكست، 100 تانية، نيكست، 100 تانية، اهي، وهكذا، بضغط اهو، كده انا وصلت للستة، تمام؟ كده لو انا رجعت لورا كده، بلاقي كله اتحدد كده زي شباب، زي ما احنا شايفين كده، ان كل الاصدقاء عندي على الصفحة بتاعتي كده، كله محدد عليه علامة صح. معنى كده ان كده انا جاهز ان احذف كل الاصدقاء. بمجرد ما انا بضغط على كلمة باي باي بالشكل ده، وبضغط على الكلمة دي، بتلاقي كل الاصدقاء عندك بتتحذف كمية واحدة. زي ما احنا شايفين كده، بيقول لك هل انت مدرك ان انت هتحذف، ان انت هتحذف عندك 546 شخص؟ لو انت ضغطت على الكلمة دي، بيطير لك كل اصدقائك على الفيسبوك دفعة واحدة، طبعا بدون أدنى، يعني مش هيخلي لك ولا واحد اللي ما حذفوه لك. طبعا انت حددت كل الناس، تمام كده؟ فانت هتقدر تحذف كل الناس اللي انت حددتها بطريقة سهلة جدا، بمجرد ما انت تضغط على كلمة باي باي، وبعد كده بتضغط هنا، بيطير لك كل أصدقائك على الفيسبوك. بعد ما بيخلص حذف، بتروح على صفحتك على الفيسبوك، بتبحث على أصدقائك، مش بتلاقي أي شخص عندك على الصفحة بتاعتك أو على صفحتك على الفيسبوك، بطريقة سهلة جدا، بطريقة بسيطة جدا. ده كان موضوعنا النهاردة، ويا ريت يا ريت يا رب تكون الطريقة المرة دي تعجبكم، ولو عجبك الفيديو دوس لنا لايك، عشان ده اللي بيدعمنا ان احنا نقدم لحضرتكم المزيد والمزيد ان شاء الله. والناس اللي هي العنصرية احنا ملناش دعوة بيها، زي ما ذكرت لحضرتك ان انا بقدم محتوى ومقتنع بيه، والحمد لله. طالما في ناس يعني بتحب الخير للناس، خلاص، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.